Dear Muslims, we are currently living in and witnessing the most blessed time of the entire year. Many Muslims think that Ramadan is the most blessed month, and it is the most blessed month. But in terms of days, these 10 days are more blessed than the days of Ramadan. And in terms of nights, the last 10 nights are the most blessed of the entire year. So we are currently witnessing and living through the single most blessed time frame of the entire year. And our Prophet sallallahu alaihi wasallam reminded us that no matter what good deed we do outside of these 10 days, it will never be as blessed as the good deeds of these 10 days, except for the person who gives everything for the way of Allah, including his life, fi sabilillah. That person outside of the 10 days is better. But within these 10 days, we can rise to the highest of ranks, even with small good deeds. And especially, dear Muslims, the 9th and the 10th is the culmination of these 10 days. The 9th, which is the day of Arafah, the 9th, and what will make us understand the blessings of that one day. ستعود جميلة تلك الأيام نملوها حبا عطفا وأمان وتعود الأرض لحالها لجمالها وتشفى الجراح وتغني الأطيار في كل صباح وتلامس كفي كفك تمحو جراح وتعود الضحكات لتملأ أيامنا تنسينا همّن كان هنا وانزاح مهما زادت أوجاعنا والحال عصيب شمس الأمل ستشرق من بعد مغيب وستطوى صفحة فيها آلامنا اشتدي أزمة تنفرجي فالخير بعد العسر سيأتي يسر من عند الله هذا وعد الرحمن لمن نجا وستمسح سكنت وجوهنا وتعود البسمة كي تزرع أملا وحياة الكف ستحضن كفا كي تنسيها الآه تمسح عنها ألم البعد فتنسى ستعود جميلة تلك الأيام نملوها حبا عطفا وأمان وتعود الأرض لحالها لجمالها وتشفى الجراح ستعود جميلة تلك الأيام
我們就為宗教做多些事了 نملوها حبا عطفا وأمان وتعود الأرض لحالها لجمالها وتشفى الجراح ستعود جميلة تلك الأيام نملوها حبا عطفا وأمان وتعود الأرض لحالها لجمالها وتشفى الجراح وتغني الأطيار في كل صباح وتلامس كفي كفك تمحو جراح وتعود الضحكات لتملأ أيامنا تنسينا بسم الله بابا شو مين رشو بتست كان هنا وانزاح مهما زادت أوجاعنا والحال عصيب شمس الأمل ستشرق من بعد مغيب وستطوى صفحة فيها آلامنا أزمة تنفرجي فالخير قريب بعد العسر سيأتي يسر من عند الله هذا وعد الرحمن لمن نجا وستمسح دمعة سكنت وجوهنا وتعود البسمة كي تزرع أملا وحياة الكف ستحضن كفا كي تنسيها الآه تمسح عنها ألم البعد فتنسى وسنذكر أرواحا عاشت ما بيننا لو رحل الطيب خالدة ذكرى ستعود جميلة تلك الأيام نملوها حبا عطفا وأمان وتعود الأرض لحالها لجمالها وتشفى الجراح ستعود جميلة تلك الأيام نملوها حبا عطفا وأمان وتعود الأرض لحالها لجمالها
وتشفى الجراح.